اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ايكوتي سبوت لايف. بدا العام التنازلي لوداعي عام 2020، وهو العام الذي بلا شك ترك بصمه كبيره في نفوس الكثيرين، بدءا من جائحه كورونا وما صاحبها من اغلاقات وانهيارات تجاريه واقتصاديه طالت الافراد وكبار التجار والمؤسسات، ولم يتوقف الضرر على ما سبق ذكره. فهذا العام كان قاسيا على الاقتصاديات الكبيره منها والصغيره، قاطع الود بين بريطانيا وشقيقاتها الأوروبيات في البريكسيت، وحارما ترامب بفترة رئاسية ثانية من بوابة التصويت عبر البريد، لكنه بالتأكيد أعلن عن ولادة سياسية أمريكية جديدة طابعها قديم اتجاه العالم بمجيء بايدن. للحديث أكثر عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأيضا لقاح فيروس كورونا والكثير من المجريات الاقتصادية التي كانت في عام 2020، يسعدنا نرحب بضيوف ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات من باريس، أهلا ومرحبا بك، وفهد القواسي المستشار في الاستثمارات والاقتصاد الرقمي، أهلا ومرحبا بكما. دعنا نتحدث أستاذ ناصر عن الانتخابات الأمريكية بعد تسلم جو بايدن كرسي الرئاسة، كيف برأيك سيكون التأثير على الأسواق المالية؟ نعم، أعتقد بأن تسلم بايدن سيكون له تأثير إيجابي في البداية أو قريب المدى على الأسواق المالية الأمريكية، ولكن بعيد المدى سيكون هناك تأثيرات سلبية أو مراجعة لهذا الارتفاع الكبير في أسواق المال الأمريكية الموجود حالياً الذي وصل إلى مستويات تاريخية، لأن بايدن أو الديمقراطيين لديهم سياسات مختلفة بشكل كلي عن سياسات ترامب التي قادها في رئاسته الأولى. أولاً لدينا آليات الضرائب، لأن الديمقراطيين سيعودون بسياسة فرض الضرائب. أيضاً النقطة الثانية، لدينا آليات أخرى من الذهاب إلى دعينا نقول تغيير السياسة الاقتصادية الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة، وما سيكون مع الحرب التجارية مع الصين، كل هذه الآليات ستتغير الآن في الفترة القادمة، وبايدن نوعا ما ليس ذلك الرجل دعينا نقول القوي الذي يستطيع فرض رؤيته على الصين كما كان ترامب مثلا، أو كما كان يحاول اتباع سياسة الابتزاز السياسي حتى في مرحلة ما. ربما بايدن سيكون أضعف من ذلك. بايدن يعني أقل، يعني لن يكون بنفس الشدة التي تعامل فيها ترامب مع الصين، سيكون أقل تشددياً بشأن العلاقات، سوف يعني ربما تعود العلاقات على ما كانت عليه في السابق، ألا تتوقع ذلك أم لا؟ أعتقد بأن بايدن نوعاً ما سيكون بدرجة أقل حدة من ترامب، ولكن ترامب بغض النظر عن كل أخطائها السياسية أو غيرها، على المستوى نقول الاقتصادي كان ناجح جدا، سواء كان داخليا أو حتى خارجيا. يعني الحرب التجارية مع الصين وإجبارها على تعديل ميزان تجاري مع الولايات المتحدة وإجبارها على عدم التلاعب بأسعار العملة، هذا كان عامل كبير جدا، ولكن الآن كيف ستكون سياسات بايدن مع هذا الأمر؟ وأيضا النقطة المهمة السياسة الداخلية، لأن الديمقراطيين يختلفون كثيرا عن سياسات ترامب، وأيضا ترامب دائما حاول جذب أو حتى إجبار الشركات في مرحلة ما على العودة للاستثمار في الولايات المتحدة، هل سيستطيع بايدن فعل هذا الأمر؟ الوصول إلى أرقام تاريخية في التوظيف، في البطالة، في كل هذه الأمور، هنا الأمر سيكون أقل حدة. أيضا آليات التغيير ما بعد كورونا لم تتضح الآليات ولا التأثيرات النهائية، نحن نؤجل التأثيرات ولكنها لم تكن واضحة إلى حد هذه اللحظة، بالتالي سنرى انعكاس سلبي على الأسواق. نعم. طب سيد فهد، ما رأيك بتسلم جو بايدن سواء على الصعيد الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأيضا نود أن نسمع التأثيرات على الأسواق بما لها، يعني ربما كل هذه الأمور السياسية لها تأثير كبير سيكون على الأسواق، يعني كيف شهدنا عام 2020 بعهد ترامب، كيف تحركت الأسواق على وقع الحروب التجارية وتصاعد التوترات السياسية الأمريكية الصينية كان لها وقعها وأثرها على الأسواق. خليني أبدأ بتسلسل أحداث ومحطات رئيسية عشان الصورة تكون كاملة. ترامب كان عنده بلاي بوك
الأجندة تبعته والخطة تبعته إنه أي أحد أي دولة بدها تبيع في السوق الأمريكي لازم تيجي تصنع عندنا. ومن هنا بدأت فرض التعرفة حتى على ألمانيا وحتى أوروبي، بدأ بالصين طبعا لأنه كانوا ماخدين كارت بلانش، وعلى الشركات بده يحاول يعمل هجرة عكسية للبلو كولر جوبز. من الثمانينات الوظائف الصناعية في حوالي 7 إلى 8 مليون وظيفة هاجرت خارج الولايات المتحدة نتيجة الاتفاقيات لمنظمة التجارة العالمية وغيرها، فهاجرت كلها إلى الخارج، فصارت أمريكا ما عندها منتج، يعني حتى الأدوية تبعت أمريكا تصنع في الصين. فترامب كان هدفه إعادة التيار، يعكس التيار مرة تانية ويجيب الوظائف هذه إلى الولايات المتحدة مرة أخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية بايدن عبارة عن old school. إحنا بنتفرج على أوباما مرة تانية، بايدن في عنده cognitive issue، يعني في عنده مشكلة صحية في الإدراك، وهذه صارت واضحة تماما. فأنا لا أستبعد من هنا لغاية بس يستلم البيت الأبيض لسبتمبر قبل نهاية 2021 يتم إخراجه على المادة 25 من الدستور الأمريكي، وبالتالي تصير كمالة هي acting president، أو إذا أقنعوه تحت التهديد بتطبيق المادة 25 إنه يستقيل. فإذا استقال بتصير هي the president of the United States، فإما بتصير acting أو president حسب كيف يتم إخراج بايدن. هذا رقم واحد. الآن في عندي 3 مراكز قوة تؤثر على الحكم في البيت الأبيض، دي أوباما and دي كلينتون، هدول اللي ساعدوا كثير في توصيل بايدن إلى الرئاسة. في عندي دي بيرني ساندرز، أصلا هو في عنده يعني impact داخلي وهو behind موضوع Black Lives Matter. في عندك دي بايدن فاميلي، يعني أخوه وابنه اليوم في عندهم فضائح وملفات جاهزة بفيديوهات، والصين جاهزة إنه to expose them، وهذا حيستعملوها لتنحيه. فهو أدى دوره إن وصل للبيت الأبيض وطلع ترامب، بس بعد كده ما أعتقد إله دور كبير حيكون في المرحلة القادمة. هذا رقم 2. فيما يخص الملف التجاري they will push back، حيرجع من موضوع المطاحنة التجارية اللي هي رئاسة بايدن، بغض النظر مين القوى السياسية المؤثرة في السياسات الخارجية، وهنا حيكونوا the Obamas and the Clintons again، فحيخففوا حدة التوتر التجاري مع الصين. ولكن حنرجع لمشكلة الكارنسيز، العملات نفسها، إنه كل واحد حيخفض عملته عشان يحفز الصادرات، خصوصا إنه في عندي shrink، في depression، صار نوع من الكساد العالمي، فالكل سيسعى إلى تحسين صادراته عن طريق تخفيض العملة، وبالتالي حنرجع لسنة 2010 مرة تانية لإعادة الكرة مرة أخرى. كيف سيكون عام الأسواق؟ فيما يخص الأسواق، الأسواق طبعا حتتأثر لأنه بايدن سياسته زيادة الضرائب. التحالف الثلاثي بين دي بايدن دي أوباما كلينتون سكند وبيرني ساندرز، في عندك اليوم التوجه الاقتصادي، التوجه الاقتصادي صار عملية ما يسمى المودرن مونيتري ثيوري، اللي هي نظرية النقد الحديثة، اللي حيتم طباعة أموال كثيرة، زيادة الضرائب. أوكي، فالأسواق ستتأثر إنه أرباح الشركات هذه اليوم. من سيتأثرون بأسواق نحو الأسواق الألمانية؟ تتوقع من سيكون تأثيرها؟ التأثير حيصير فيه هجرة لرؤوس الأموال من الأسواق الأمريكية إلى الأسواق الناشئة، لأنه اليوم مع زيادة الضرائب أرباح الشركات قلت، يعني فلما ربحية قل العائد على السهم قل، والمستثمرين they don't like this، ما حيحبوا هذا الكلام. هذا اللي بايدن يوعد فيه، وبيوعد كمان في more deficit، لأنه بده يلغي كمان قروض student loan، هذه 1.3 trillion dollars، هذه مين حيتحملها؟ الخزانة الأمريكية، لأنه لازم يدفعوا للبنوك هاي القروض. مين الضامن؟ التريجري. طب مين حيجيبوا ال 1.3؟ إصدار سندات. مين حيشتريها؟ مين هو going to monetize السندات؟ There is only one entity فضلت اللي قادر تعمل الكلام هذا، اللي هو الفيدرالي، حيطبع فلوس مقابلها، بس الدول الأجنبية ما حدا حيشتري السندات هذه، وبالتالي الأسواق ستتأثر سلبا. هذا فيما يخص الوظائف اللي أشار إلها زميلي. اليوم بعد 2008 صار في دروب في عدد الوظائف، متى رجعت عدد الوظائف كعدد مش كجودة، كعدد رجعت لنفس العدد مرة تانية بال2017، يعني التك على الكرايسيز اللي كانت محدودة بال2018 لل2017 ترجعوا عدلوا عدد الوظائف، رجعوا لها مرة تانية. الكرايسيز هاي اليوم احنا بنتكلم على عشرات ملايين الوظائف في أمريكا، ما حترجع في فترة قليلة، وبالتالي بنتكلم احنا على نوع من الديبريشن عالي جداً، هيستمر لسنوات طويلة. إذا بنطلع على الأسواق اليوم وصلت لنفس مستويات 1929، 1929 الكولابس اللي صار في الأسواق 90%،
متى رجع مرة تانية لنفس المستوى تبع 1929؟ ب 1954، 25 سنة أخذ لما الماركس رجعت مرة تانية عدلت. فبنتكلم إحنا على حاجة long term depression، كساد long term، أوكي، ما حيتعدل بين يوم وليلة، بس حيصير في definitely crash في الأسواق. overvalued بشكل غير طبيعي. أستاذ ناصر، أود أن أسمع رأيك بما تحدث إليه أستاذ فهد في بداية الحديث عن جو بايدن. هل تتوقع أن هناك فعلاً أن لا يستطيع أن يبقى في الحكم لمدة طويلة؟ يعني أنا أوافقه في كثير مما قاله، ولكن أن يتم تلحيه بايدن يعني نوعا ما هذا أمر مستبعد في الوقت الحالي، لأن صناع السياسة الأمريكية نوعا ما عندما أتوا بترامب أتوا به إلى هدف معين بأن يكون هناك تعديل للسياسات الأمريكية باتجاه معين، لن يستطيع أحد فعل هذه المغامرات إلا شخص مثل ترامب. بالتالي الآن بايدن نوعا ما سيكون هو الرجل المناسب لهم في الفترة الحالية، ولكن ما هي تأثيرات فضائح بايدن أو السلبيات؟ يعني لا أعتقد بأنها أكبر من تأثيرات فضائح ترامب، وعلى الرغم من ذلك أكمل فترته الرئاسية. الخطر الأكبر هو موضوع صحة بايدن، لأنه على مستوى دعينا نقول الذاكرة أو القدرات القدرات ذاكرته، رأينا كثير من الهفوات كانت في حملتها الانتخابية، وكان هناك تشكيك نوعا ما بمدى صحة الرجل. هذه قد تكون نقطة مهمة. أيضا عامل العمر، لأنه الآن في عمر متقدم جدا، وبالتالي بعد عام أو عامين قد يكون هناك مضاعفات. إذا ما كان هذا الأمر، يعني موضوع تولي نائبته للرئاسة الأمريكية سيكون فيه شد وجذب كبير جدا، لأن الوضع الداخلي الأمريكي لن يتقبل هذه الفكرة بشكل كبير، خاصة أن صار ترامب. بالتالي هل سنذهب إلى انتخابات مبكرة أم ستكمل فترة رئاسة بايدن؟ هذه سيكون فيها يعني حديث كبير، ولكن لا أعتقد بأننا في وارد هذا الأمر الآن. يعني الأمر مبني على السياسة الأمريكية تبنى على ما يبدو بأنها تغيرت بعد دعينا نقول بعد 2008 أو حتى بعد سبتمبر، بأن تكون عام بعام. يعني حتى فضائح كلينتون أو آليات إجبارية على التنحي من عدمه أجبرت أو دعت بأن يكون هناك آليات لقراءة السياسة الأمريكية بفترات متلاحقة. حتى على ترامب غير نقطة مهمة في موضوع السياسات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية، بأنه ألغى مثلا تأثير منصب مستشار الأمن القومي، منصب وزير الدفاع، منصب وزير الخارجية. يعني كان هذا الرباعي دائما هو الأساس الذي تقرأ السياسة الأمريكية من داخله. كان لموضوع مستشار الأمن القومي وشخصيته تأثير كبير على السياسة الأمريكية. في الفترة الأخيرة رأينا ترامب الوان مان شو فقط لا غير، لم نرى أي شخص آخر. بايدن على ما يبدو بأنه سيغير هذه الاستراتيجية، ودائما يحاول أن يلقي بشخصيات لها ثقلها في الأمام حتى يستطيع التراجع إلى الخلف، واختار شخصيات قد تكون نوعا ما مرضية للداخل الأمريكي، وقد تكون نوعا ما مغايرة أيضا لسياسات ترامب، سواء كان نائبته أو وزير الدفاع أو مستشار الأمن القومي، أو حتى أتى بجانت يلين للخزانة. يعني كل هذه الأمور ستأتي بنتائج قد تكون إيجابية على المدى القريب، ولكن ستصطدم بعوائق كبيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة على المدى البعيد. هل الديمقراطيين قادرين على اللعب بهذا الوتر؟ أستبعد ذلك. يعني تعتقد أن سياسة ترامب كانت أفضل من الحزب الجمهوري أفضل من تسلم الحزب الديمقراطي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ اقتصاديا فقط. سياسيا كان الوضع كارثي، ولكن اقتصاديا الجمهوريين استطاعوا، أو ترامب دعينا نقول استطاع أن يمارس البلطجة السياسية لتحقيق مكاسب اقتصادية، وهذا نجح فيه برغم كل، سواء كان اعترضنا أو اتفقنا، نجح بهذا الأمر. ولكن الديمقراطيين اقتصاديا سيكونون نوعا ما أفشل من أستاذ فهد. أود أن أسمع رأيك بتوجهات الدولار في الفترة المقبلة، خصوصا مع تسلم بايدن السلطة. نحن الدولار متوقع أن يتراجع في العام المقبل في عام 2021، رغم وأنه يعني الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى نلاحظ على تراجع، وتوقع أن يتراجع أكثر من ذلك نتيجة عدة عوامل: تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من العوامل الأخرى، تيسير الحزم التحفيزية سواء النقدية والمالية كان لها أثر كبير على تحركات الدولار وأسعار الفائدة المتدنية. ما توقعاتك للدولار؟ طيب، عشان نتفرج على الدولار بدنا نطلع على المؤثرات اللي عليه. الدولار اليوم فيه له أكثر من بوزيشن بيدعمه.
واحدة منها اللي هي عملة احتياطي العالمي اللي هي حوالي الآن 60% تمثل، كانت 70 ونزلت ل60، وهي في تناقص لأنه كثير دول بدأت تعزف عن الدولار. شفنا روسيا تخلصت نهائيا من الإكسبوجر على الدولار، الصين نفس الشيء ولكن مش بسرعة الرتابة اللي مشيت عليها روسيا. هذا جانب. الفيدرالي اليوم احنا بنقول they painted themselves into a corner، يعني زنقوا حالهم في زاوية ما في أمامهم خيار إلا أنهم يظلوا to monetize الدين الأمريكي. البالانس شيت شفنا كيف ارتفعت من حوالي 3.5 تريليون مع بدء الجائحة، اليوم تخطينا 7 تريليون. مقابل الكلام هذا كمان صار في السياسات المالية الفيسكال بوليسيز، كمان صار في عندي العجز عم بيزيد بالتريليونز، ولا بتكلموا كمان على حزمة جديدة. طبعا كلها فشلت في تحفيز الاقتصاد، لأنه تحفيز الاقتصاد ما له علاقة بزيادة السيولة، وهذه واحدة من الاشيز الرئيسية بالسياسات المتبعة سواء النقدية أو المالية. اللي بحفز الاقتصاد هو ما يسمى الفيلوسيتي، الموني تيرن اوفر، يعني الافراد، الفرد اذا ما اخذ فلوس وطلع صرفها الاقتصاد ما بيتحرك. اليوم المشكله الرئيسيه انه كل السيوله اللي بنتكلم عليها ما عم بتلاقي طريقها للاقتصاد، عم تقعد في البنوك، البنوك نفسهم ما عندهم النيه للاقراض، ولا الافراد المستهلكين عندهم نيه للاقتراض والصرف لأنهم over leverage، ديونهم عالية جداً وبحاولوا يتخلصوا منها في ظل المخاوف والتخوفات اللي عم بتصير، الـ unemployment اللي بعشرات الملايين، الكوفيد 19 وغيرها والانكماش الاقتصادي وغيره العالمي، الكل عم بيوفر اليوم في مرحلة توفير. فإذا السيولة هذه لما دخلوا الأفراد يعالجوها ما حيمشي الاقتصاد، وجميع الحزم هذه ما حيكون لها أي أثر في التحفيز. في الإنفاق نعم، إنه زيادة الإنفاق نعم، الحكومة عم تنفق بزيادة بدفست بعجز عالي جدا، ولكن ما في تحفيز. هذا موضوع آخر. النقطة الثالثة كمان، الفيدرالي بدأ يدخل على الاقتصاد في أمور جديدة لأول مرة بتتبعها، اللي هو بدأ يعمل يشتري كمان، يعني كان الفيدرالي فقط بيشتري السندات والمورجز باك سيكوريتيز فقط، أوكي، إما الـ MBS أو الـ Treasury Notes. اليوم بيشتري كل البرايفت كوربوريت المونسيباليتي، وين في بونز، وين في ديون عم بيشتريها، حتى جنك بونز من القطاع الخاص عم بيشتريها. فاحنا شفنا لما كان وصل ل 4.5 تريليون بعد 2008 قفز البالانس شيت للفيدرالي من 800 مليار ل 4.5 تريليون، بعدين حاولوا يعملوا نورماليزيشن يرجعوها، وهم راجعين في طريق الرجعه في النورماليزيشن وصلوا ل 3.5، بدأ الاقتصاد يتخبط والاقتصاد والستوك ماركت يتخبط، وبالتالي كلهم تراجعوا وخفضوا الانترست ريت. فتخيل انت من 4.5 ل 3.5، ايش صار؟ ما قدروا يتحملوا النزول هذا. طب كيف حينزلوا من 7.5 تريليون اليوم يرجعوا للنورمال لل 2 تريليون، تريليون ونص؟ فمستحيل. فاليوم خلص زنقوا حالهم، حطوا حالهم في مأزق، انه الدولار اول بند له كعملة احتياطي عالمي عم بيعزفوا عنه. البوزيشن الثاني اللي حيبدا يتضعضع وحنشوفه اللي هو البترو دولار، وهذه يمكن لازم نفرد لها حلقه نتكلم على ايش البترو دولار بالضبط وكيف حيتضعضع وايش مستقبله. وفي عندي التريدينج كمان، انا عندي اليوم حوالي 70-75% اكثر شوي من التجاره العالميه تتم بالدولار، وهذا الشيء صار غير مقبول لدول كثيره من منها البريكس بلس ودول اخرى. فبدات تطلع بدائل اليوم، وبتكلموا على كريبتو كرنسيز وخلافه. فالدولار اليوم متجه إلى أنه يضعف بزيادة اليوم in a deflationary mode، لأنه الناس محجمة هذا، ولكن زيادة طباعة الدولارات هذه بدون أي مسؤولية والدفست العالي، طلعنا فوق 135% للناتج القومي، أوكي. فأنت أي دولة اليوم لما بيكون الدين تبعها بيزيد ب 5-6-7-8% which is the case في أمريكا، والجروث تبع الإيكونومي 1.5-2% which is the case في أمريكا، لما تكون هذه أعلى من هذه فهذه دولة مفلس، انتهى الموضوع. هذه يعني ABC من أبجديات الإفلاس. فحياخد وقت أطول، ولكن الدولار حينخفض وحيضعف، وهم حيضعفوه عشان لتحفيز الصادرات، ما بالك كمان عم بيضعفوه بزيادة عن طريق التحفيز التيسيري الكمي والسياسات المالية الديفيسيت والعجز اللي عم بيعملوه. وجود جانيت يالين اليوم في الخزانة مش صدفة، اليوم في اتجاه تقريبا هم halfway through، في منتصف الطريق لتبني ما يسمى السياسات النقدية الحديثة
اللي ماسك الشعار تبعها وصارت يعني إلها سياسيين يدعموا هذه السياسة الجديدة في النقد، اللي هي الدكتورة كيلتون اللي هي المستشارة الاقتصادية لبيرني ساندرز، واللي دخلت على الخط اليوم مع دخول بايدن، فبينت بشكل جلي وجود جانيت يالن اللي كانت الهيد اوف الفيدرالي راحت للتريجري. طبعا السياسة النقدية الحديثة تنادي بدمج الخزانة مع البنك المركزي، واحد بيصدر سندات والثاني بيعمل له مونيتايزيشن اون ذا سبوت، وهذا عم بيصير اليوم. فبنتكلم على ضعف للدولار بشكل حاد في السنوات القادمة. نعم. طيب دعنا ننتقل أستاذ ناصر إلى جائحة الكورونا، وهي شغل الشاغل العالم كله التي أحدثت بالفعل أضرار جسيمة سواء كانت بشرية أم صحية، وخاصة على الاقتصاد العالمي كانت الأضرار كبيرة جدا. في ظل تطورات لقاح الكورونا والسرعة في التوزيع سواء بداية من بريطانيا وبدأنا نسمع في الولايات المتحدة الأمريكية، ألا تعتقد أن المستثمرين بالفعل بالغ في الإيجابية بلقاح كوفيد 19، وخاصة نحن سمعنا صدور عدة تقارير من بريطانيا أثبتت وجود حالات تحسسية في هذا اللقاح، هل أنت مع وجهة هذا النظر أن المستثمرين بالفعل بالغوا بالتطورات الإيجابية لهذا اللقاح؟ يعني دعينا أولا نقرأ هل المستثمرين بالغوا أم لا يوجد خيار آخر غير هذه المبالغة. يعني الآن بالنسبة لاقتصادات الدول الكبرى أو حتى للمستثمرين هناك خيار واحد الآن، وهو الاتجاه إلى الإيجابية، لأن حتى الاقتصادات الكبرى أو الاقتصادات العالم نعم هي تغلق الآن، ولكن تغلق استعدادا لتوزيع اللقاحات وأيضا منع كارثة عبر دعينا نقول احتفالات رأس السنة. ولكن المشكلة الأساسية بأن اقتصادات الدول الكبرى لم تعد قادرة على تحمل أي إغلاق ثاني، بمعنى وهذه نقطة مهمة، إذا ما حدث مثلا تحول لفيروس كورونا أو أي آليات أخرى، هنا ستعلن الدول أو ستضع نفسها في حالة حرب وستتقبل كل الخسائر البشرية حتى لو وصلت إلى عشرات الآلاف في الشهر، لأنه لا يوجد خيار آخر. الخيار الآخر سيكون انهيار الاقتصاد والدخول في تراتبيات أخرى قد تصل إلى مجاعات في بعض دول العالم الثالث، يعني دول مثل فرنسا وإيطاليا غير قادرة على أن تسير وضعها الداخلي لولا حزمة انقاذ أوروبية، فما بالك في دول أخرى في دول العالم الثالث. النقطة الثانية أيضا بأن يعني في ظل إغلاق نصف اقتصاد العالم وفي ظل توقف حاد جلد الإنتاج، هل منطقي بأن تكون أسعار أو أسواق الأسهم في أعلى أسعارها التاريخية؟ هناك نوعا ما يعني علامات استفهام حول هذا الأمر، هناك دول تحاول الدفع تحاول التحفيز، ولكن بعد توزيع اللقاحات وعودة عجلة الاقتصادات سنشهد الخسائر الكبيرة، لأننا إلى حد هذه اللحظة لم نشهد مدى الخسائر. يعني إلى حد هذه اللحظة نحن في أوج العاصفة، بعد أن نخرج من هذه العاصفة ونرى التأثيرات الكبيرة سنرى بأن هناك كوارث اقتصادية على قطاعات كبيرة قد حدثت، ويجب أن يكون هناك إيجابية أكبر، ويجب أن يكون هناك تخلي عن الخلافات السياسية، ويجب أن يكون هناك تعاون اقتصادي أكبر حتى تمر الاقتصادات الكبرى من تأثيرات جائحة كورونا. أيضا النقطة المهمة وهذه ستطرح لاحقا، بداية التحقيق الدولي، من المسؤول عن جائحة كورونا وكيف بدأت وهل كان هناك إخفاء المعلومات وما هو دور الصين وما هي طبيعة التعويضات؟ ليست مفتعلة، كل هذه الأمور يمكن ربما سيتم طرحها بعد ذلك. لكن أنا يعني أستاذ ناصر حد يعني اللقاح كوفيد 19 يعني الآن الناس يعني المتداولين في السوق أو الناس أو العامة يتحدثون أن اللقاح ليس آمن للدرجة التي تحدث عنها البعض، يعني كنا المشكلة كانت تكمن في وجود الجائحة، الآن تكمن في مشكلة اللقاح. هل اللقاح يستطيع إنقاذ العالم بهذه السرعة؟ يعني ليصل إلى العالم يحتاج إلى وقت طويل، ليتم توزيعه على كل البلدان يحتاج أيضا وقت طويل وعدة أشهر لأن يصل إلى كل البلدان سواء البلدان العربية الأوروبية الأمريكية كل هذه البلدان، يعني وأيضا إيقاف تسارع الانتشار أيضا يتطلب وقت طويل. بالتأكيد، ولكن هناك عدة لقاحات وعدة شركات وعدة دول تنتج هذه اللقاحات، هناك اللقاح الصيني، اللقاح الروسي، اللقاح الأمريكي،
البريطاني أكسفورد، هناك كثير من اللقاحات ستخرج في الفترة اللاحقة تباعا، أي أننا سنكون أمام سباق في توزيع اللقاحات وفي آليات الإنتاج، بالتالي هذا يخفف من عبء الاقتصاد. أيضا الاقتصاد دائما يعني يقرأ الأخبار الإيجابية، طالما سيكون هناك يعني توزيع يخفف ولكن ليس لا يعالج بهذه السرعة التي تفاءل بها المستثمرون. كما قلت لك لا يوجد خيار إلا التفاؤل الآن، يعني لا يوجد خيار إلى العودة إلى الواقعية، لأننا كنا في المنطقة السوداء، بالتالي البقاء في هذه المنطقة عامل سيء جدا. يجب أن يكون هناك تفاؤل من المستثمرين وأيضا من الدول بإعادة فتح الاقتصادات بدرجة أقل، يعني إغلاق مثلا القطاعات الغير مهمة مقابل تشغيل القطاعات المهمة، وإلا سنكون مع بداية العام الجديد أمام انهيارات اقتصادية متلاحقة، لأن الوضع أصبح كارثي وإن كان لا زال خلف الكواليس إلى حد هذه اللحظة. أستاذ فهد، لديك وجهة نظر في هذا الموضوع تتوافق مع رأي سيد ناصر؟ يعني عندي شوية إضافات. أول شيء بدنا نطل على كيفية كيف تم استخدام الكوفيد 19 سياسيا نوعا ما. السايكل تبعت الكوفيد 19 اكوردنج للساينتست هذه اوكي من 8 ل 10 اسابيع اوكي، هذه السايكل البيك تبعها بعد 4 اسابيع. السياسيين بيدخلوا في امريكا مثلا، هذه انا تابعتها، على الاسبوع الرابع على البيك، فبيعملوا لوك داون، فبالتالي هي السايكل حتنزل اصلا، وهم دي كليم كريدت، بقول لك انا شفته كيف، لانه انا اخذت قرار سياسي سليم خففت هذا، وهي لا هي السايكل هي ماشيه لوحديها باللوك داون وبدونه. اللوك داون طبعا اثبت فشله بكل المقاييس، فهذا جانب. الجانب الاخر نتكلم على الامباكت على الاسواق. الاسواق اليوم اتس كاب ويتد ماركتس، يعني كيف يعني الاس ان بي 500 في 500 شركه على الاس ان بي 500، بس يعني هم ست شركات اللي عليهم الكلام، اللي الكابيتال تبعهم الماركت كاب تبعهم يمثل حوالي 40% او اكثر من الاس ان بي 500، فالاندكس هذا اتس ا كاب ويتد افريج، هيك بتم حسبته. فهدول الست شركات اللي هو فيسبوك وابل وامازون الفانج، هدولي هم اللي بيحددوا اتجاه السوق. هلا ايش اللي بيلعب في اسعارهم؟ في تو ثينجز، اكيد السيوله الزياده اللي انطبعت لها اثر، ولكن الاثر الاكبر نوع البزنس تبعهم كله ديجيتال وكله ان ذا كلاود اوكي. امازون رتبوا امور اللوجيستكس التوصيل، بس الباقي كله زي جوجل وهذه كلها إلكترونيك، فهي طبيعي إنه تنمو في ظل اللوك داون لما الاقتصادات كلها نايمة، الكل عم بروح على الأونلاين، نتفليكس الكل أنا قاعد بتفرج اليوم، فالستريمينج زاد، فكل تبعون الأونلاين هذولي أوتوماتيكلي زادوا رايتفولي زادوا بالقيمة، لأنه إتس مبنية على الجروث فاكتور مش الفاليو بيس نسميها. في أسواق تانية في أوروبا بالفار إيست فاليو بيس ماركتس، هذه جروث بيس ماركتس، هم الست شركات هذول اللي طلعوا فاخذوا كل الاس ان بي 500 معهم لفوق، لانه اتس كاب ويتد افريج اندكس. نفس الشيء الداو جونز يعني مور سوفيستيكيتد اكثر، ولكن اليوم جائحه كورونا فيها انسرتينيتيز كثيره. موضوع اللقاح اللي انا قراته يعني انا مش طبيب، ولكن اللي تبين لي من ناس متخصصين في المجال هذا في أوروبا وبأمريكا وبالفار إيست، عملية لقاح تأخذ حوالي 7 سنوات، يعني ما طلعوا لقاحات لأمراض قبل هيك عدت زي الإنفلونزا الخنازير والسارز وغيره، ما في لقاحات يعني سليمة، بتأخذ سنوات طويلة، وهذا فيروس متحول عم بتحول اليوم as we speak. فموضوع اللقاح مش هذا. هلأ الأسواق ليش طلعت؟ الأسواق عم بتطل على أي شيء إيجابي اللي تحاول تزود الانفستمنت والسيولة اللي في السوق انه to push it further، لانه صار اليوم خطأ انه الناس بتطل على الاقتصاد من منظور الاسواق، والستوك ماركت مش هو الاقتصاد، ما له علاقة يعني فيه، بس اليوم صاروا الناس فقط يطلوا على الستوك ماركت والإيكويتي ماركت انه هذه هي الاقتصاد، فطول ما هي في صعود صاروا خلص انخلق الجزء النفسي انه معناته الاقتصاد بخير، والكلام هذا غير صحيح. أنا عندي أسهم شركات بتطلع وعم بتسكر وعم بتطلع موظفين بتسرحهم بالآلاف، ومع ذلك سهمها عم بيطلع. ليش؟ لأنه في سيولة زايدة اليوم ما إلها محل، ما عم بتلاقي طريقها للاقتصاد مثل ما حكيت قبل هيك، عم بتلاقي طريقها على نفخ الأصول وخلق فقاعة في الأسس.
دعونا نتحدث عن أسعار النفط. يعني بدأ الوقت يدعمنا عن أسواق النفط لعام 2021. أستاذ ناصر، ما توقعاتك لهذا الملف وسط بداية لرفع الإنتاج في بداية يناير قبل منظمة أوبيك بلس بنصف مليون برميل يوميا، وأيضا ربما في ظل عهد جو بايدن فتح الملف الإيراني، يعني ربما سيحدث نوع ما رفع للإنتاج الليبي وأيضا من قبل إيران، ما مدى تأثير كل هذه على الأسواق، وخصوصا أن كما نعلم أن الرئيس جو بايدن لا يشجع صناعة النفط الصخري، فكيف سيكون انعكاسه برأيك على أسواق النفط والتحركات خلال عام 2021؟ أعتقد بأن الأسعار ستبقى في نطاق الأربعين إلى الخمسين دولار، لأن هذا السعر هو السعر العادل لكل منظمة أوبك وحتى أوبك بلس كما تسمى الدول المستقلة، هذا ما توصلت إليه في محادثاتها طوال العامين الفائتين، ولكن قد نرى تقلبات بحسب التطورات الجيوسياسية. مثلا عندما كان هناك توتر في مضيق هرمز أو في آليات التصعيد مع إيران، قد نرى ارتفاعات ولكنها ستعود إلى نطاقها الطبيعي. الآن أوبك سترفع الإنتاج، بالتالي أيضا سيزيد الاستهلاك حتى بعد فتح الاقتصادات والأخبار الإيجابية بعد لقاحات كورونا، بالتالي سنكون أمام موازنة نوعا ما في العرض والطلب. أيضا في أثبتت أوبك مع أوبك بلس، مع دعينا نقول أو المستقلين مع منظمة أوبك، أثبتوا نجاح في موازنة أسعار النفط، بمعنى التخفيض وقت الحاجة وزيادة الإنتاج وقت الحاجة. أيضا وجود بايدن الآن وعدم تشجيعه لصناعة النفط الصخري قد يبقي الأسعار في هذا الإطار، لأن صناع النفط الصخري يرغبون بأسعار أكثر من 50 دولار حتى يستطيعوا تحقيق مكاسب أكبر. كان ترامب نوعا ما يدفع بهذا الاتجاه في مرحلة، وفي مرحلة يحاول خفض الأسعار بعد أن كانت حوالي 80 دولار. الآن وجود بايدن سيبقي هذا الإطار في آليات السعر الحالي، عدم الضغط، وأيضا آليات الوصول إلى، دعينا نقول، توازن نوعا ما في العرض والطلب في السوق العالمي. أستاذ فهد، دعنا نتحدث عن الذهب بصورة سريعة. كيف توقعاتك لأسعار الذهب خلال عام 2021 في ظل كل المجريات الاقتصادية؟ كما تحدثت أن الدولار متوقع أن ينخفض، المزيد من التيسير الكمي، عوائد سندات الخزانة المنخفضة، أسعار الفائدة المتدنية التي ليس من المتوقع أن يتم رفعها حتى عام 2024، كل هذه الأسباب، إلى أين ستتوجه أسعار الذهب في الفترة المقبلة؟ خلينا نحدد بالأول الذهب اللي بيأثر فيه ثلاث عوامل رئيسية دائما. العامل الأول اللي هو الطبيعي، العرض والطلب. الطلب اليوم متزايد على الذهب، عم بيزيد، ووصلت لدرجة أنه حتى الكوميشن اللي بياخدوه الديستريبيترز مثلا في أمريكا وبأوروبا وصل 10 و15% ياخدوا، يعني هذه بنضيف على سعر الأونصة إحنا، لأنه الديستريبيتر بياخد منك اليوم عمولة، ما قبل كوفيد 19 كانت 2-4%، اليوم زادت 10-15%، الفضة زاد ل 20-30%، وصلت العمولة تبعت الديستريبيتر ياخذ منك فوق سعر الأونصة. فهذا أول شيء موجود، فالعرض والطلب، العرض والطلب، الطلب عالي. العامل الآخر اللي بأثر بسعر الذهب اللي هو الريل ريتس تبعت السندات وليس النومينال ريتس. الريل ريت كيف نحسبها؟ من طول اليوم بناخذ التينير تريجري نوت، الجيل تبعها حوالي 80-85 بيسس بوينتس، نطرح ناقص التضخم. على تضخم بدك تاخدي البي سي اي كور ديفليتر، لانه هذا المعتمد بالفيدرالي، اذرز بياخذوا بي سي اي، بعضهم عندهم حسبه ثانيه، في 7-8 ديفرنت ميثودز، اما خلينا ناخذ اللي هو 1.6%، فبيطلع ماينس 8 تقريبا، يعني 80 بيس ماينس سالب 80 بيسس بوينت الريل ريت تبع السندات، وهذا متجه ويعتبر عالي، مع انه حتقولي لي طب هو بالسالب كيف عالي؟ اوكي، لانه احنا اذا بنتذكر في الايتيز كان الريل ريت على السندات ناقص 7، يعني 7 نقاط كامله، احنا اليوم انا عندي 80 بيسس بوينتس، يعني اقل من 1%، كانت 7% في الثمانينات. فكيف حتنخفض اكثر؟ السؤال الطبيعي اللي حتسالي، طب كيف حينخفض اكثر والفيدرالي على الزيرو، الانترست على الزيرو، ما حيخفض اكثر وما شكله حيروح لنيجاتيف انترست ريت، كيف حينخفض اكثر الريل ريت تبع السندات؟
الإجابة في السكندري ماركت اللي حيصير الآن إن ديفليشنري فيز اللي إحنا فيه، بيصير فيه دفع بريميوم على الكوبون ريت تبع السند. البريميوم هذا 5 ولا 10% في السكندري ماركت، الإمباكت تبعه له نيجاتيف إمباكت يلد على الماتشوريتي، فبالتالي السندات متجهة طبعا فيها كابيتال جين عالي. إذا بدنا نطل اليوم يعني حسبة سريعة، هاي مهمة نحكيها للجميع مع أنه شوي تكنيكال، في حاجة اسمها الـ DV01 الدولار فاليو لكل 1 بيسس بوينت. هلا لو أنا اليوم الييل تبعي أو الانترست 6% خفضته ل 5.75 نزلت 25 بيسس بوينت، أو كان 25 بيسس بوينت 25.25 ونزلته لزيرو، في الحالتين نزلت 25 بيسس بوينت، ولكن الدولار فاليو على البيسس بوينت الوحدة من 0.25 لزيرو بيكون الامباكت اعلى بكتير على قيمه او البرايس تبع السندات لكل بيسس بوينت، مع انه هم 0.25 بس لما انا انزل من 6 ل 5.75 مثل لما انزل من 0.25 لزيرو تختلف كتير في الحسبه في تبعت البوندز. فانا عندي اليوم التوجه للذهب استاذ فهد، الذهب الى اين سوف يرتفع؟ حيرتفع الذهب كل هذه العوامل طبعا حيرتفع. الذهب بدا دخل السايكل تبع البول ماركت من 16 ديسمبر 2015 لما وصل لل 50% دروب، وصل ل 1050، وهذه كانت الاشاره الفنيه لانه عامل الدروب من التوب بوينت من اعلى نقطه 50%، هاي ال 1050، ال 50% كانت 1075، هو وصل ل 1050 وبالتالي تحققت. من وقتها الى اليوم الذهب طلع وصل ل اولموست 100%، رجع نزل شوي اشط بس عادي 100% ارتفع لما وصل لفوق ال 2000، مما يعني انه الدولار نزل 50% من قيمته. That's your collapse. اللي بدور فين انهيار الدولار وليش ما صار؟ لا، الدولار وقع 50% صاير من ديسمبر 2015 الى اليوم لما بنقارنه مع الذهب. مشكلتنا بنقارنه مع اليورو، فما عم نشوف الرؤيه السليمه لانه اليورو متحرك زيه زي الدولار عمله ثانيه. فالذهب توقعاتنا انه يرتفع طبعا. نعم، أستاذ ناصر، توقعاتك للذهب في الفترة المقبلة في فترة عام 2021 ما متوقع لأسعار الذهب وأيضا لأسعار الخام الأمريكي الخفيف؟ يعني أعتقد بأن أسعار الذهب، أنا أختلف مع الأستاذ فادي، أوافقه في كثير من الأسباب، ولكن نوعا ما أسعار الذهب لها حسابات قد تكون نوعا ما أكبر. يعني في عندما كان أسعار الذهب 2050 كانت توقعات تذهب إلى 2300 و2400، ورأينا أسعار الذهب الآن 1800. قد تكون تأثرت بأخبار فيروس كورونا أو الإيجابية في اللقاحات وغيرها، ولكن أنا أقرأها من ناحية التوترات السياسية. نحن الآن دخلنا في توترات سياسية كبيرة جدا في فترة ترامب، في فترة بايدن سيخف الطلب على التحوط، سيكون هناك آليات أخرى للتسييل تشجيع الاستثمارات، تسييل الذهب، لن يكون هناك اتجاه كبير للملاذات الآمنة، بالتالي قد يكون هناك انخفاض قليل نحو عام 1500 ومن ثم نعود إلى الارتفاع مرة أخرى. ولكن أن تذهب الأسعار أكبر من ذلك، هنا يجب أن يكون هناك تغيرات كبيرة في آليات الصراعات السياسية أو طلب التحوط والملاذات الأمنة. موضوع النفط أعتقد بأنه سيبقى الذهب قبل أن ننتقل إلى النفط 1500 دولار سنة قادمة، أعتقد في هذا الإطار قد يرتفع إلى 2000-2100 ومن ثم سيعود إلى نسبة 1500-1600 دولار، لأن التوترات السياسية تساهم كثيرا في موضوع تحديد أسعار الذهب، وأيضا الملاذات الآمنة، الطلب على الملاذات الآمنة، التحوط، كل ذلك ربما يعطي آليات في التحركات أسعار الذهب. يعني ما بعد عام 2015 كما ذكر الأستاذ يعني رأينا تغيرات كبيرة، ولكن ما بعد البريكزيت رأينا ارتفاع قفزة في أسعار الذهب مثلا من 1100 إلى 1400، وكانت توقعات 1700، ومن ثم عاد إلى المستوى الأقل بعد هدوء هذه العاصفة. الآن ترامب أدخلنا في عواصف كثيرة، كورونا أدخلنا في ضبابية اقتصادية كبيرة، بالتالي الآن سنشهد إلى عودة إلى الاستقرار نوعا ما. موضوع النفط سيبقى في إطار 40 إلى 50 دولار كما تحدثنا، حتى بالنسبة للأمريكي الخفيف أيضا في إطار 35 إلى 45-50 دولار، إذا لم يكن هناك توترات سياسية. يعني في ظل التوترات الجيوسياسية مثلا
آليات التصعيد مع إيران. حتى فنزويلا الآن ستكون ملف ساخن في الفترة القادمة وهي منتج كبير، قد نرى تقلبات، ولكن الإطار الطبيعي الذي يرضي جميع الأطراف هو ما بين 40 إلى 50 دولار. يعني لا تعتقد أن يكون الطلب على النفط كما يعود قبل مستويات الجائحة، لأن التعافي لن يكون بالتعافي الكامل برأيك، التعافي الاقتصادي؟ بالتأكيد لا، بالعكس أعتقد بأن الطلب سيزيد نوعا ما على النفط. الطلب سيزيد لن يكون بقوة أو يعود قبل مستويات الجائحة. بالتأكيد هذا نوعا ما موجود، وأيضا حتى لو عاد أو ارتفع الطلب أكثر من السابق، هناك أيضا دعنا نقول أولا لدينا النفط الليبي الذي تصاعد من 300 ألف برميل إلى حوالي 1.7 مليون برميل، وأيضا إيران إذا ما حدث اتفاق نووي جديد ستبدأ بتصدير حوالي 2 إلى 2.5 مليون برميل. فنزويلا أيضا ستزيد، يعني هناك آلية للزيادة إذا ما تطلب السوق من أسعار النفط. باختصار أستاذ فهد، يعني ما الذي يحدث للنفط في عام 2021؟ هل تتوقع النفقات الضيقة كما تحدث الأستاذ ناصر؟ هو المحاولة أنه تتم في هذا النطاق عشان تكون شوي meaningful. الاقتصاد لن يتعافى بالشكل المطلوب، حيكون في depression ومدته طويلة، توقعاتي فوق 20 سنة حنكون in a depression، نفس الكساد تبع 1929 وإحنا بدأنا فيه فعلا، أوكي الناس لسه مش شاعر فيه. فالنفط ما حيكون الطلب عليه متزايد بشكل كبير، حيتم تخفيض لأنه دخل الدول جديد اليوم، وإذا فعلا موضوع حتى إيران والنفط الليبي، ما ننسى كمان انخفاض الدولار، هذه مهمة جدا، فالدولار برايس للبارل حيرتفع مع انخفاض الدولار، as a commodity حترتفع، حنشوف الكوموديتيز بما فيها النفط حيرتفع والذهب. العامل الثالث اللي ما خلتيني أذكره هو الجيوبوليتيكال، وحتستمر، أنا ما زال عندي إيران مشكلة، عندي فنزويلا، عندي نورث كوريا، عندي تشاينا ديمسيلف، ما حتكون يعني walk in the park. بين ضيفي بين ناصر وفتح حول أسعار الذهب والتوقعاتي، فلديكم وجهات نظر مختلفة. يعني من نوع ما هي قراءة تختلف من الناحية السياسية والاقتصادية، ولكن يعني أنا أتوقع بنطاق آخر قد تكون توقعات الأستاذ فهد أيضا محقة في مرحلة ما من ناحية حسابات اقتصادية. نعم أستاذ فهد، لديك أي تعليق؟ لا لا خلاص، ما دام اتفق معي أنا ما عندي مشكلة. فهد القواسم المستشار في الاستثمارات والاقتصاد الرقمي، أشكرك جزيل الشكر، وأيضا ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، شكرا جزيلا لك، يعني شكرا لكما وعلى إثراء هذه الحلقة بتلك المعلومات القيمة بالرغم من التقارب واختلاف وجهات النظر بينكما، أشكركما جزيل الشكر. ومشاهدينا يعني سوف نودع عام 2021 عام 2020 بعد أن أحدثت جائحة الكورونا أضرار جسيمة على الاقتصاد العالمي، وربما نتفائل بعام 2021 أن يكون عام يكون فيه التعافي الاقتصادي أكبر لجميع اقتصاديات سواء الدول الكبرى أو الصغرى. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة سبوت لايت، تقبلوا تحياتي وإلى